هل تساءلتم يوماً إلى أي مدى يمكن أن تصل قوة وظلام باتمان؟ هل هي قوية كفاية لبث الرعب في قلوب جميع مجرمي مدينة غوثام؟ هذا ما تسعى سلسلة باتمان المطلق لاستكشافه بدءاً من عددها الأول. هذه السلسلة الجديدة كلياً تتخطى حدود قتامة وقوة باتمان، ولن تخيب ظنكم. تبدأ القصة بحادثة احتجاز رهائن مروعة في مبنى بلدية غوثام، محدثاً بذلك نغمة مليئة بالخطر والعنف للسلسلة بأكملها. ثم يظهر باتمان، بريك تايم زيرو فورمسن. وهذا باتمان هو قوة لا تقهر، درع هائل، لكمات قوية، وأسلوب قتال أكثر وحشية. باختصار يقدم العدد الأول من باتمان المطلق مغامرة مظلمة ومليئة بالإثارة، زاخرة بالتحولات والمنعطفات التي لا تفوت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من مراجعات ونقاشات حول القصص المصورة.